عيب بابا عمي، خجله خجله من الله من السماوات خجله. لك شنو طسه؟ شنو احنا سنه ال 25 وما عندنا ترافيك لايت؟ وين هاي احنا؟ وين احنا؟ من اللي يقود هاي الامور؟ منو مسؤول عن هاي الامور؟ المواطن ايش يحتاج؟ انت اسال على المواطن، قول له ايش تحتاج؟ بالحرام ما يقول لك اريد بيت ولا اريد سياره ولا اشياء بسيطه. انت بطل، الله يخليك، والله مو مجامله يعني، الله يخليك. تنقل صوت المواطن، صوت الهاي. انا اكو شغلتي انا اتكلم عليها، يعني الهموم هوايه. احنا من الاحتلال الى هذا اليوم، من الاحتلال الى هذا اليوم، لي وين يظل المواطن العراقي يدفع فلوس لابو المولده؟ لي وين؟ هذا شنو؟ دلالة على فقدان الشرف. الشرف كل مسؤول لو يملك الشرف، احنا شعب العراق ما يصير بهالشكل. كنا مؤتمنين، انا صاحب مهنة مؤتمن في عملي، من اخلص للناس في عملي خلاص ما اخشى احد. هذا واحد. الكهرباء مستحيل تصير بالعراق، شلون هسه قلتها الى بدا هذا، الا بالتغيير، الا بالتغيير، والتغيير ما يحصل لان اكو اشارات من خارج الجسم يلا يصير التغيير. هذا جانب. الجانب الاخر امين بغداد، انت ما تطلع بالشوارع تفتر، يعني مثلا ما تطلع بالشارع تشوف الشارع المخسف المكسر الجسر يعني اكو فد شيء بالشارع. هذا اللي دا المسه اني يوميا ومسبب لي الي معاناه، يعني انا واحد من المواطنين معاناته مسبب لي. شنو الزحام يوصل منا للكراده على طسه؟ لك عيب بابا عمي، خجله خجله من الله من السماوات خجله. لك شنو طسه؟ شنو احنا سنه ال 25 وما عندنا ترافيك لايت؟ وين هاي احنا؟ وين احنا؟ من اللي يقود هاي الامور؟ منو مسؤول عن هاي الامور؟ المواطن ايش يحتاج؟ انت اسال على المواطن، قول له ايش تحتاج؟ بالحرام ما يقول لك اريد بيت ولا اريد سياره ولا اشياء بسيطه، اشياء بسيطه. وحلها وحلها والله العظيم حلها قاعده تغدى، يقعدون يتغدون وكرزات وتنحل. ليش؟ لانه عندك فلوس. انت هسه اليوم هسه اليوم شايل مليون دينار بجيبك، طب اي مول يعجبك العطر ويعجبك ولكن ما عندك ما تقدر. احنا بلد غني، بلد اخر قطره بالعالم نفط تبقى بالعراق، اخر قطره من المئات السنين بعد. احنا بلد غني. انت من تشوف هاي المسؤولين اللي كل واحد 20 مليار وثلاث، هاي منين هذني؟ هذني فلوس النفط وفلوس العالم وفلوس الفقره والايتام والارامل، هاي فلوسه. اثنين، انت بدل ما تبني لي هاي المجمعات اللي ما من يسكنها، مجمعات سكنيه بسيطه للمواطن وعلى ضوء البطاقه التموينيه. تعال عم انت عندك بيت ملك؟ لا. تعال على ضوء البطاقه التموينيه تدفع بالسنه هالقد وسكنك ببيت ملك، والله يبوس ايدك ويجي وقفه وتدفع مو بلاش، نقد يعني، تنقد مثلا كل سنه هكذا مبلغ يكيف المواطن. لو ما يكيف احسن ما ايش قد هسه هو من دي يسكن بالعشوائيه، ايش قد يدفع بالعشوائيه؟ بناها بلاش العشوائيه؟ لو فلوس، هاي الفلوس اللي يعطيها للعشوائيه يعطيها للدوله وتعطيه بيت ويسدد اقساطه وينتهي كل العالم ده يشتغل بهذا الامر. احنا ليش؟ احنا الى متى يبقى المواطن العراقي لا بيت لا سكن لا لا صحه؟ شو اتكلم لك على الصحه؟ طبيب راجعت اكثر من طبيب، الطبيب يطبب خمسه خمسه، هاي شو خمسه خمسه؟ لك عمي هاي اكو خصوصيه بين المريض والطبيب لازم ما حد يعلم بها. فلوس تعمي من عميتهم ان شاء الله. ذولا ذولا سالت الواحد شو اسمه قلت له شلون خمسه خمسه؟ اكو سر، اكو سر بين الطبيب وبين المريض لازم ما يعرفه بس الله، بس الله. خصوصيه هاي وحالفين يمين عليها، انا اللي شفته اكثر من طبيب يطبب خمسه خمسه. عيب عيب. المواطن ترى بسيط، المواطن ترى لا تنظروا له نظره انه مليان ونظره انه هذا متلتل، لا تنظروا له، انظر له بالعامل الانساني. لو بقمه المرض، قمه المرض من يدخل لك وتكلمه كلام كلام لائق، كلام تسحب كل هذا المرض من عنده، والله يدعي لك للنهار، ولكن بلا جدوى. احنا انا دائما اكررها في اللقاءات، انا طبعا مدير رابطه شعراء ودباء المتنبي وممثل مطرب تراث عراقي، مدير جريده الوطن الدوليه نيوز المصريه، الله يسلمك اشرف بي. هاي انا دائما حتى في لقاءاتي في القشله في المتنبي اذكرها، اعملوا بشرف. الشرف الشرف
شيء مو سهل،